السلام عليكم. اليوم جيت نعود لكم كيفاش بدات قصتي مع الرياضه اللي البعض عارفها وغالبا كيمارسها ولا بليبار ما عارفينهاش وما عندهمش فكره كيفاش يبداوها. وانا هنا اليوم باش غادي نعود لكم كيفاش لقيت راسي وسط هاد الهيت من بعد سنين ديال الممارسه. خليكم معايا التالي باش تفهم كيف بحال ديما كنمشيو انا والدراري نترينيو في واحد الجرده قريبه لينا ما بعيداش على الدار، ممكن الناس تفاسي يعرفوها. وصدفه بانوا لينا دراري شي واقف على يديه شي معلق حديده كيدور ملخ ما فهمنا والو، هديك الشي غريب علينا اول مره كنشوفو. ما شعرناش حتى لقينا راسنا وسطهم كنتهزو كندورو في السما. ايوا من ديك النهار وليت ديما في الجردة معاهم، كنحاول نتانتيغرا مع الجروب ونولي عشرة، كنتعلمو من بعضنا. من تما بدينا كنتريني وانا والدراري ديما، مرة في الجردة مرة في الشارع مرة في السطح، الصباح بالليل لوقيت اللي جات بسم الله، حيث ولينا كنشعروا بالسعادة وحنا كنتريني. وملي كنكونوا بوحدنا كنزيدوا نطوروا راسنا تكرار الحركات باش فاش نتلاقاو تاني كنموتيفيو بعض، حيت ضروري تريني في الدار الا بغيتي تطلع النيفو بحال هاد الرياضة. اللي غيقول ليكم هاد الرياضة سهلة فرا غير غيكتب عليكم، حيت الا ما جربتيش وشفتي بعينيك فرا ما غاديش تشيق. بلي كنديو معانا بزاف ديال الضرابي اللي بعض المرات كيكونوا خطيرين واللي حضرت لهم شخصيا، بعض الدراري تترسوا من يديهم والبعض من رجليهم، وشي مرات طيحات على الراس كيأديوا لفقدان الوعي والذاكرة. ولولا لطف الله لا بعض الأصدقاء نتابعهم الأمر على كرسي متحرك. الله يسر والله يحفظ الجميع. وهذا الشيء كيبعدك على السبور لمدة طويلة وطريق العودة كتكون صعيبة على كاع اللي مبليين بحالي طبعا بالرياضة. واخا هكاك خاصية اللي كيمتازو بها الممارسين الرياضة دائما هي الذاكرة العضلية، هي اللي كتخلينا نرجعو دغيا للنيفو اللي كنا عليه واخا نقطعو مدة طويلة. وأحسن حاجة فالرياضة كتبعدك على كل ما هو خايب وكتخليك تكون عندك حياة ناجحة وكتعلمك الصبر وشحال من حاجة زوينة. ولكن راه من رحم المعاناة كيتولدوا الأبطال، ومن السهل على أي واحد يبدأ يتعلم كما تعلمنا احنا. نرجع لكم القصة دابا بشوية بشوية، ولينا كنديفلوباو وكنوليو حسن من فاشي الله دينا، غير هو مرة كتصدق لك الحركة ومرات ما كتصدقش، ولكن مع الممارسة والانترينمون مع الناس اللي زايدين علينا في النيفو وحد آخرين اللي كيكونوا بحالنا كتزاد المنافسة. هذا الشيء اللي كيخلينا نطلعوا النيفو بالزربة ونكونوا أحسن من الأول. هذا الرياضة خلتنا نتلاقاونا جداد ونديروا صداقات من مدن مختلفة وحتى من الخارج، معهم كنتبادلوا الافكار وكنزيدوا نعرفوا حوايج جداد في هذا السبور. هادشي اللي كيخليك تزيد تعلق وتكمل في الطريق. نصيحتي لكم الشباب هي انكم ترينيو على راسكم حيت صحتكم هي اللي غتنفعكم. باش ما نطولش عليكم هادشي اللي كاين اخوتي، كان معكم سفيان جوال الى فيديو اخر ان شاء الله. تحيه لكاع المتابعين فيما كانوا، شكرا لكم بزاف، تشاو.